بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. الحقيقة بداية هذه الحلقة هي التاريخ، واللي ملوش تاريخ ملوش حاضر، ودايما دورنا في قناة النادي الأهلي أننا نعظم من تاريخ نادينا ونادي كل الأجيال اللي عملت شعبية كبيرة جدا سواء للنادي الأهلي أو لنفسهم الحقيقة، لأنه لازم ندي لهؤلاء الأجيال حقهم وزيادة كمان. ويمكن من أبرز الأجيال اللي مرت على تاريخ النادي الأهلي هو جيل الثمانينات اللي حقق أول بطولة إفريقية للنادي الأهلي. الجيل ده الحقيقة كان فيه مواهب كتيرة جدا وعظيمة جدا، مش عايز أقول الأسماء علشان ما انساش حد، ولكن كلهم رموز، ورموز كبيرة جدا جدا، كلهم رموز وشايفينهم بنجوميتهم لحد دلوقتي، سواء في الإدارة زي كابتن محمود الخطيب، في التدريب زي كابتن مختار، في الإعلام زي كابتن مصطفى عبده، نجوم كتيرة جدا جدا. عشان بس ما انساش حد، أنا باخد أمثلة من كل مكان، النجوم دي هتظل دائما في قلوب كل أهلاوي وكل محب للنادي الأهلي وكل محب لتاريخ النادي الأهلي. النهاردة ذكرى الوصول لنهائي إفريقيا بإبداع كبير من أساطير جيل الثمانينات ومديرهم الفني في هذا التوقيت الراحل العظيم كابتن محمود الجهري. الأهلي صعد للنهائي بعد الفوز على رينجرز النيجيري 4-0 على ما أتذكر. ولكن هذا الجيل من الأجيال اللي بدأت أو حطينا رجلينا في أفريقيا، وأصبح النادي الأهلي له باع كبير في البطولات الإفريقية. خلونا نطلع نشوف تقرير ونستعيد تاريخ إفريقي عظيم لنادي القرن. على مدار تاريخه يحمل سجلا أسطوريا وقياسيا لم يصل له أي فريق مصري أو عربي أو إفريقي، فالأهلي أمجاد وبطولات وذكريات. في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر عام 1982، نجح المارد الأحمر بقيادة الجنرال محمود الجهري في بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بمسماها القديم كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري، وذلك بعد فوزه برباعية دون رد على ضيفه إنوغو رينجرز النيجيري في إياب نصف النهائي. سجل أهداف الأهلي كل من الكابتن محمود الخطيب هدفين وخالد قاد الله ومختار مختار ليصعد للنهائي ويهزم كوتوكو الغاني ويحصد اللقب الإفريقي الأول في تاريخ القلعة الحمراء. ومن بعدها واصل المارد الأحمر انطلاقته للهيمنة على عرش القارة السمراء بعد أن وصل بتتويجاته لدوري أبطال إفريقيا حامل لقبها في 11 مناسبة، إضافة إلى تتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقية في 8 مناسبات ولقب للكونفدرالية، وحصد كأس الكؤوس الإفريقية في 4 مناسبات وتتويجه بلقب الكأس الأفرو أسيوية في مناسبة وحيدة. الحقيقة دايما فريق الكرة بيبحث عن البطولات والإنجازات، ومنذ أول بطولة للمارد الأحمر والبطولات والإنجازات لا تتوقف، وما زال التاريخ يكتب، وما زال الأهلي هو الأول في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط والأكثر تتويجا بالبطولات في العالم. هنروح لإفريقيا ونتكلم عن مباراة، يعني نسيب أفريقيا أنا آسف ونروح لفريقنا ونتكلم عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا. إن شاء الله هذه المباراة ستقام يوم الأربعاء في مواجهة قوية واختبار قوي لفريق النادي الأهلي لاعتبارات كتيرة جدا. أولها فريق سيراميكا من الفرق الجيدة، فريق من الفرق المختلفة الحقيقة، يختلف عن كل الفرق اللي واجهها النادي الأهلي منذ انطلاق الدوري سواء مصري أو إسماعيلي أو مقاولين. سيراميكا بيختلف في كل شيء. أولاً إذا كنت بتتكلم عن جهاز فني محترم بقيادة كابتن أيمن الرمادي، واحد من المدربين اللي بيلعب كرة حديثة الحقيقة، وحديثة وجريئة في نفس الوقت، وبيعرف كويس قوي يقرأ المباريات من خارج الخطوط. كمان عنده أوراق سواء كانت الأساسية أو على دكة البدلاء، يقدر إن هي
تغير من مجريات الامور، وخاصه دائما بيعمل كده كابتن ايمن في الشوط الثاني. كمان لما نيجي نبص على سكواد سيراميكا هتلاقيه في نجوم واسماء رنانه، حتى اللاعبين الافارقه اللي موجودين فيه من الاسماء الجيده، سواء جون ايبوكا، رشيد محمد لاعب الداخليه السابق. ايضا بنتكلم عن احد النجوم اللي انتقلوا من النادي الاهلي لسيراميكا، احمد القندوسي اللي ماشي حتى الان مع فريق سيراميكا كليوباترا بشكل